السلام عليكم. اليوم راح أشارككم وصفة كتير سهلة وفيكي تستفيدي من الخبز البايت عندك، يعني الخبز القديم اللي ما قادرة تاكليه فيكي تستعمليه بهيدي الوصفة، وفيكي تستعملي التوست كمان. بتقطعي الخبز لقطع صغيرة حسب الكمية اللي عندك، وبتجيبي وعاء تقدري تفوتيه على الفرن، يعني يكون مناسب للكمية الموجودة عندك. بتحطيهم بالوعاء، ما في داعي تدهنيه بشي، يعني فيك اذا بدك تدهني بشوية زبدة، بس انا ما دهنت وما لزقت. بتستعملي معلقتين كبار زبدة لهي الكمية اللي شفتيها، ومكسرات انا استعملت زبيب، يعني حسب شو متوفر عندك. اذا عندك جوز بيكون احسن، الجوز بيتناسب كتير مع هذه الوصفة لانه فيها قرفة، القرفة والجوز كتير طيبين مع بعض. بتدوبي الزبدة، انا دوبتها بالفرن لانه كنت مشغلته يعني لحم الفرن، وبتحطيهم فوق الخبز. بتستعملي بيض، انا هون استعملت 3 صغار بس هني كتير صغار، يعني فيك تستعملي انت 1 أو 2 بزيادة مع الفانيليا. وضيفي حليب 2 كباية كبيرة و5 معالق كبار سكر حسب انت كيف بتحبي حلاوتها، كانت حلاوتها وسط يعني بهيدي الكمية. وبتستعملي كمان قرفة مطحونة 2 معلقة صغيرة مليانة، وبتخفقيهم منيح. انا كان لازم اخفق البيض مع الفانيليا لحالهم قبل، كان بيكون الخفق علي اسهل، بس مش مشكلة، المهم ينخفقوا سوا. وبعد ما ينخفقوا منيح يختلطوا، بتحطيهم فوق الخبز، مزيج الخبز اللي حطيتيه بالصينية. مثل ما شايفة هيك بعد ما حطيت المزيج، فبتكبسيهم شوي بمعلقة عشان الطبقة اللي من فوق يوصلها من المزيج وتشرب يعني من السوائل. تركتها تقريبا شي 5 دقايق شوي على جنب لشربت منيح من المزيج، وهيك صار شكلها بعد ما ضغطتها بالمعلقة منيح. هيك صار جاهز تفوتيه على الفرن. بالفرن بدها حوالي 1/4 ساعة بس، لاقي هيك السوائل نشفت وحمرت من فوق وعلى الاطراف، بتطفي تحتها. وهيك بيطلع شكلها، طعمتها كتير طيبة، بتشبه طعمة الجاتو، وفيك تاكليها مثلا حد بوظة، هاي بوظة صحية حنزل وصفتها قريبا، كتير سهلة. وفيك هي حسب الوصفة اللي انا اخدتها عن الانترنت، بتقول انه ترشي عليها شوية حليب سائل يكون بارد كمية صغيرة. جربتها لقيتها كتير طيبة، يعني حبيتها اكتر من البوظة، فجربيها، جربي انه ترشي عليها شوية حليب هيدي بعد ما تطلعيها من الفرن يعني وتبرد شوي. فيك تاكليها يعني فاترة، وفيك تاكليها باردة، بالحالتين طيبة. أنا جربتها وتاني يوم أكلت منها كمان كتير طلعت طيبة، يعني بنصحكم تجربوها، كتير وصفة سهلة وكتير طعمتها طيبة، ما بتتوقعوا من هاي المكونات يطلع معكم هالنتيجة. والسلام عليكم.